بس لا، لازم أعرف مين هي اللي أخذت له عقله ومين دلوا عليها. ما إلي غير خيرية، هيك طلبتني لحتى أشوف بدرية، منه بشوف بدرية ومنه بخليها تساعدني أعرف مين هي. بس قبل لازم خلي عبدو يجيب لي من ستو شوية معلومات عنها أكتر، وهو كذلك. عبدو، يا عبدو، حليمة، لك يا حليمة وينك؟ نعم يا عمو. تتذكري هذا السمسار اللي اشترينا منه أرض ديار؟ ايه تذكرته. مبارح باعت لي خبر انه في جماعة عم يسألوا عنا. مشان شو عم يسأل عنا يا عمو؟ مشان شو يعني؟ ما بعرف. اكيد طالبين الجواز. جواز؟ لك يا مشان شو لك جدبة؟ يعني يا عمو انتي لساتك ناوية تتزوزي؟ هلأ كل يوم بدنا نعيد ونفتق بنفس القصة؟ ايه بدي اتجوز. وانا يا عمو معقول تتركيني لحالي؟ لا ما رح اتركك تقبريني. شلون؟ لك يا مو لا تستعجلي على رزقك، كل شيء بوقته حلو. نصيب الزعيم محترم مجهبز وعمره ما رد حدا. لك ايه بنعرف هالشيء بس ما بتعرف شو بيطلع معه. وكل الله يا زلمه، وكل الله. ايه وكل الله خلص. لا اله الا الله ونعم. يا الله يا رب. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفتوا يا رجال، شرفوا استريحوا. شكرا لك. مروني. زعيمنا الله يخليناك، نحن قاصدين الله وقاصدينك، منرجو ما تردنا خايبين. ان شاء الله ما بتردوا خايبين، ايش كان الامر بايدي. زعيم انت قد ودود. الله يبارك فيكم، تفضلوا. زعيم نحن جايين يعني من شان موضوع ام رمزي. ام رمزي؟ مين بعدكم؟ عمي عن جد عم تحكي انه مشي الحال؟ مثل ما عبليك. ايه ها؟ شفت انه الكلام اللي بتقلك يا فريال بس هو اللي بصير؟ زكية ما بكي شي. يو ايش بك انت مانك مبسوط؟ ايش هو في بصير؟ تضرب هالقصة وساعتها. لك شو صاير ابن عمي احكي لي؟ لك ايه ما خلينا بوسة شوارب لحتى رضيوا تلات زلم يروحوا لعنده منشان يقنعوا بالقصة. ايه وبس وصلوا لعنده قالوا له نحن جايين مشان ام رمزي، قام قال هون دغري مين بعدكم؟ ايوه وشو قالوا له هني؟ ابو زاهر قال له انه ابو فهد ترجانا نجي لعندك. ايوه ولما عرف انك انت اللي بعتهم شو قال؟ خبرهم انه انا رحت لعنده وطلبت منه وهو ما رضي، وانا ما كنت مخبرهم هالشي. لما رجعت لعنده قاموا مسحوا الأرض فيني. ليش بقى؟ قالوا لي إنك أنت ما خبرتنا إنك رحت لعنده وطلبت منه وهو مو موافق، فهنن بحياتهم ما عاد يردوا علي إذا طلبت منهم أي طلب. بالعكس حبيبي، أنت عملت عمل خير. هلأ المهم كمل لي، شو قال لهم كمان؟ لمن قالوا له إنه نحن ما معنا خبر إنه أبو فهد إجا لعندك، قام قالهم أنتوا معذورين ورح سامحها لأم رمزي بس بشرط. قالوا له شو هو الشرط؟ قالهم ما عاد تغلط هي غلطة بالحارة، وإذا بتغلط أي غلطة بدي ألحها من كل الحارة. إيه؟ وخبروا أبو فهد أنه حمرت عيني منه. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني حمرت عينه مني. إيه وشو هلأ؟ هلأ فيك تخبريها إذا بدها تطلع إمتى ما بدها، لأنه صفح عنها الزعيم. لك هي أحلى خبرية يا أحلى رجال بالحارة كلياتها.
صدق الله العظيم. واحد الله عقيد، واحد الله. لا إله إلا الله. كل شوية وقت ورح نعرف كل شيء. كانت قريبة لو ما هرب منكم هذا الكلب الصالوك. هذا الحق علي، هذا الحق علي، ما كان لازم تتركوا لتاني نهار أبدا. بعين الله، بعين الله. ولا أزعار، شو عم تعمل بالصاص ليالي؟ ليش عم تدعلي الباب؟ لا تقلي أزعار، أنا الزعرورة بالصيف. هون لا، أنت أزعار ونص كمان، شو عم تعمل لهم بالصاص ليالي؟ ليش عم تدعلي الباب؟ هي أنا كنت رايح صلي بالجامع، قمت لقيت واحد فايت على القهوة. شو هالحكي؟ ايه مثل ما عم بقول لك. أنت مستأكد من الكلام ها؟ مستأكد مستأكد. لك بس أنا قفلت الباب بإيدي. والله لا أخرب بيته.